هذا المطالبة بحق الكد والسعاية، هل هو تطالب به الزوجة بان الطلاق شروع في مسطرة الطلاق أم ماذا؟ لا، هو مسطرة مستقلة عن مسطرة الطلاق. تمام، كما قلت لك هي مسطرة مستقلة عن مسطرة الطلاق وتقدم أمام القضاء الجمعي وليس قضاء الصلح. يعني ما عقد الطلاق أو مسطرة الطلاق هي مسطرة مستقلة عن مسطرة الكد والسعاية. متى تلجأ إليها؟ متى يتم اللجوء إليها؟ تلجأ إليها بعد الطلاق أو أثناء سريان مسطرة الطلاق. ممكن. في هذه الحالة تلجأ إلى حقها في الكد والسعاية، أو حتى إذا قام الزوج بزوج عليها مرة أخرى أو طلب بتجديد، في هذه الحالة فإنها تلجأ إلى مسطرة الكد والسعاية.